السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كامل بعد المغرب وبعد تونس قبل الجزائر. الجزائر مكروهين. يوجد بعض الاسماوات اللي هي متداوله ولكن الاثبات الرسمي انه متضامن مع بكاري قسامة. توقف مع ولد بلادك باسكو كاع يطبقوا هذه الطريقه وحنا هما كانوا حاطين قسامة عشان يطلع الجزائر فرق. وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله. باش تسمعوا معايا واحد الفيديو كلام خطير جدا لمسؤول سابق في الكاف مصري واللي هو توفى الله يرحمه. فيديو قديم ولكن مهم جدا. علاش؟ باش تعرفوا الكاف واش قادره تدير واش قادرين يديروا ضد الجزائر. المهم اول شيء نبداو به باش نبداو نقراو مقالات اللي هما مقالات مهمه تخص بكاري قسامة والمنتخب الجزائري ونبداو نتكلموا على الامور كلها. يلا نبداو. رسميا الاتحاد الغامبي يستقبل بكاري قسامة ويقوم بتكريمه على اساس انه قام بانجاز عظيم. والاتحاد الغامبي يصرح بصريح العباره انه متضامن مع بكاري قسامة ضد الجزائر ووقفين معه وقفه كبيره بسبب بالنسبه لهم انه الجزائريين يتهجموا عليه ويظلموا فيه مسكين انه هو انسان بريء. قرأوا معي هذا المقال فيه كلام مهم جدا. فخر افريقيا، الاتحاد الغامبي يدعم بكاري قسامة بعد ازمه مباراه الجزائر والكاميرون. حرص الاتحاد الغامبي لكرة القدم على دعم الحكم بكاري قسامة بعد الأزمة المباراة التي أداها بين المنتخبين الجزائر والكاميرون في تصفية كأس العالم 2022 حيث وصفه بفخر إفريقيا. يعني الاتحاد الغامبي يوصف بكاري قسامة بفخر إفريقيا ويكرموه ويقفوا معه وقفة كبيرة. ومن هذا المنبر مد رسالة قوية للصحافة الجزائرية انكم تتعلموا من الغامبيين وتوقفوا وقفة واحدة مع جمال بالماضي مع المنتخب الوطني وكفاكم سكوت وكاميرا كاشي وتفاهات صحاب تيك توك تجيبهم في التلفزيون. هاو الامر المهم لازم تكلموا عليه. هاو الدفاع كيفاش يكون على ابن وطنك، لازم توقف معاه في السرة في الضرة. يكون غلط ولا صحيح توقف مع ولد بلادك باسكو كاع يطبقوا هذه الطريقة وحنا لازم نطبقوها مع جزائري نوقفوا كامل. موقع sport.fr الفرنسي يعنون ويكتب مقال مهم جدا على بكاري قسامة واشخاص التقى بهم اللي هما عندهم وساطة وعلاقة كبيرة مع ايتو صامويل. كما تقراوا معنا، الفيفا في مأزق حقيقي كيف ستخرج منه؟ الفيفا تعيش ضغط رهيب وقسامة التقى باشخاص مبعوثين من طرف ايتو. شكون هما هاد الاشخاص؟ حاليا مازال ما نعرفهمش. يوجد بعض الاسماوات اللي هي متداوله ولكن الاثبات الرسمي مازال لحد الساعه غير موجود. ومؤخر انتشر فيديو لبكاري قسامة في المطار مع شخص وقف معه يتكلم. صراحه الشخص هذاك انا ما عرفتوش. شوفوا معنا الفيديو كيما راكم تشاهدوا معنا هنا. بكاري قسامة في المطار قبل ما جيوا للجزائر. الشخص هذاك اللي تلاقى به شكون هو؟ الله اعلم، لا يوجد اي معلومات عليه. وان شاء الله كل هذه الامور تكون في الملف الجزائر باش تثبت ان بكاري قسامة مرتشي. والان احبكم تركزوا معايا جيدا لانه الكلام راح تسمعوه من عمر فهمي الله يرحمه كان مسؤول في الكاف قوي جدا وعنده كلمه كبيره. الرجل بعد ما خرج من الاتحاد الافريقي فضحهم كلهم وفضح فضائح كبيره للتحكيم الافريقي والفساد اللي كان موجود في افريقيا. قلت لك ماتش العوده عايزين نحطه في لو 3-1 كسب 2-0 ممكن يخش. تمام. قال لك حطيتهم حطوا له قسامة. دخلت بصيت عندنا في الاتحاد الافريقي طرف شوف الحكم ده اخر ماتشات عملها. دخلت بصيت على قسامة تاريخه لقيت ان قسامة في 2008 اخر سنه عمل الماتشات الاتيه. عمل الاهلي والوداد، عمل الوداد وزاسكو، الماتش اللي هو كان مجموعه النادي الاهلي اللي هو كان الوداد لازم يكسب عشان يتاهل. تمام. اداله ضربه جزاء، اداله كارت احمر في الدقيقه 60، ما عرفوش يجيبوا جون قدام ضربه جزاء في الدقيقه 60. عمل الاهلي والوداد، عمل فاينل بطوله. اصلا المباراه اللي تكلم عليها هو الاهلي والوداد كانت فيها فضيحه تحكيميه كبيره جدا في 2017، نشفها لا باسكو تفرجت على الماتش. الامم الافريقيه للمحليين في المغرب، المغرب ونيجيريا النهائي ابدا في اول 50 دقيقه ادى ضربه جزاء وكارت احمر للمغاربه. لصالح المغرب. بعد ماتش الاهلي والوداد الفاينل خد الطياره من المغرب مع المغاربه راح عمل الاهلي والوداد وطلع من المغرب على ساحل العاج
عمل سهل العاج والمغرب، كسب المغرب وكان اللي يكسب يروح كاس العالم. يعني راجل عمل ماتشين، هذه كاس العالم 2018 يتكلم، لانه الماتش الباراج الاخراني لعبوه في كوت ديفوار في نفس البلد في اسبوع. مصر بتتجامل بعد المغرب وبعد تونس قبل الجزائر. الجزائر مكروهين، مصر الجزائر مكروهين. اسمع اسمع اسمع، بتتجامل بعد المغرب وبعد تونس قبل الجزائر. الجزائر مكروهين، الجزائر مكروهين، وهذه عارفينها. علاش؟ لانه مواقف الجزائر، الجزائر وقفت لهم هنا، لانه الجزائر ما تطبس راسها لحتى واحد، ما تمد يدها لحتى واحد، ما تذل لحتى واحد، ما تطلب طلب من حتى واحد. وهذه هي عقلية اصلا المواطن الجزائري. حنا عايشين هكا، يعني يا نوض بحملك يا طيح وحدك، ونوض وحدك وتوقف وحدك، هكا هكا عشنا وهكا تربينا. كملوا اسمعوا كلام. مصر درجة ثالثة، درجة رابعة المغرب. بعد تونس والمغرب. بعد المغرب وتونس. المغرب رقم واحد. مصر بعد كده. في النهاية أنت شفت كلنا قرينا حق الجرايد إن هم أعلنوا إن الراجل فيكتور جامز حصل. هم كانوا حاطين قسامة عشان يطلع الجزائر في قبل النهائي. كانوا حاطين قسامة حابينه يطلع الجزائر قبل النهائي. أي مباراة يتكلم على مباراة الجزائر ونيجيريا اللي حكمها باكاري قسامة 2019 في كأس إفريقيا، اللي كانت في هذيك المباراة ايضا يعني قصامة كان منحاز شوية لنيجيريا، كان كل اخطاء للجزائر ما يصفرهاش، ولكن اي خطأ بسيط لنيجيريا كان يصفره. يعني كان حصرنا نفس السيناريو تاع مباراة الكاميرون في تلك المباراة. نعود نرجع اللقطة هنا واسمعوها. راجل فيكتور جامز هم كانوا حاطين قصامة عشان يطلع الجزائر في قبل النهائي، وقصامة ادى ضربة جزاء على الجزائر في الدقيقة 85، بس ربنا كبير في الدقيقة 95 رياض محرز جاب جول. دقيقة 95 رياض محرز جاب جول، هذه تاع حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. يعني لو كان مسجلنا هذاك الهدف كن رحنا على ما اظن. خاوتي هنا تقريبا كل شيء ولا باين، كل شيء ولا واضح. الاتحاد الافريقي فساد في فساد. عمر فهمي الله يرحمه، هذا المصري انسان كان بطل، كان شهم انه صرح التصريحات، ولكن للاسف بعد هذه التصريحات بمدة ليست بكبيرة بزاف حالة وفاته وتوفى لأسباب مجهولة، ولأسباب نقدر نقول لك باينة، لأنه فضح العديد من الناس اللي كانوا فساد كبير في الكاف وفي الاتحاد الأفريقي، فضح حكام، عنده تصريحات عديدة، وليس هذا التصريح فقط. جبت لكم هذا التصريح لأنه يخص باكاري قاسامة اللي هو يهمنا في قضية الجزائر والكاميرون، وإن شاء الله النصر يكون للجزائر من نصيب الجزائر، وتحيا الجزائر.